انا بدور على اكتر حد هيعرف يتنوع، لان المسلسل اللي احنا بنعمله قايم على التنوع، قايم ان انت كل حلقه قصه مختلفه هتلعب شخصيه جديده، فحابب اختار ناس هيقدروا يعملوا ادوار مختلفه، لان ممكن واحد يعمل دور كويس جدا بس يجي في دور تاني ما يعرفش، فانا بدور على ناس تعرف تتشكل باشكال كتير غير بعض. لازم نصعبها، لازم نصعبها على كل الممثلين عشان لازم نعرف مين، يا اما هتعوم يا اما هتغرق. ما عنديش قلب اساسا. شباب، انا اكتر حاجه متفاجئ بيها هي ازاي حد يبقى عظيم قوي في حاجه واللي بعدها ممكن ما يبقاش كويس، وازاي ممكن يبقى مش كويس في حاجه وبعدها يفاجئنا بان هو كويس. في ناس النهارده كتير اتفاجئت بيهم الصبح وبالليل احبطت شويه، والعكس حصل. في 7 عايزهم يتقدموا. انجي ياسر، سيف محسن، لميس محمود، محمد احمد صادق، رامز جلال، هنا ممدوح، احمد اسامه. اتفضل. اكتر حاجه لاحظتها في الفيناله ان الناس كلها عارفه انها عملت وحش بجد، عارفين كممثل هم واقفين بيحمدوا ربنا ان عمرو ما نداش عليهم. انا شايفه في عيونهم انا عملت وحش. بس السبعه دول يا اما عشان مميزين قوي يا اما عشان انا شايف ان هم اخفقوا قوي النهارده. رامز: يا سماح انت خسرتي راجل. ايش عم تحكي انت؟ انا اسف يابا، كانش قصدي كل ده. رامز انا ما كنتش احسن حاجه خالص. الجبرش بالنسبه لي من البدايه التمرين انت المفروض يا رامز تدي اكتر من كده. ده 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 وفي اخر تمرين اللي هو الفاينل تشالنج، الفرق ما بين الشخصيتين كان يعني مش باين قوي، كان لازق في بعضه. حاسس يا رامز انك محتاج تشتغل على الخيال اكتر. التمثيل مش بس اداء، ابداع، بنحكي قصه، فتمثيلك لازم يكون بيحكي قصه. احمد اسامه: كل واحد فيهم بتقل عليه بس عندهم حق. أنا أصلي يا باشمهندس محمد بعمل لهم مصايب كتير. أحمد أنت اتفرجت على سيف قبل ما تخش؟ عرفت بالصدفة لما طلعت. طب إحنا كنا قلنا إن إحنا من عالم فيلم الكتكات، فأنت وسيف عملتوا حاجة إن أنتوا طلعتوا بره عالم فيلم الكتكات خالص، عملتوا حاجة إنها بتحصل النهاردة. تيشيرت بيزك سودا والبنطلون الأوفر سايز، حاسس يعني ولا كأني في أركان، بس أنا نازل على القهوة مع يوسف عادي. يا باشمهندس انت خدت الموبايل ولا ايه؟ ليه خدتوا القرار ده انتوا الاثنين؟ انا قبل ما اطلع سالت حضرتك مشهد، قلت لحضرتك هو المشهد مش موجود في الفيلم؟ حضرتك قلت لي بس من سمات الشخصيه. تعمل مشهد جديد يعني؟ لا ارتجال، مش عايز مشهد من الفيلم خالص، انا عايز بشخصيات الفيلم. فانا ما اتفرجتش على الفيلم. فتحت اليوتيوب حاولت القط بس الطريقه، وتحديت نفسي في ان انا احاول اعمل ده. وعملتها في الخيال، قلت يا اما هيبقى حلو. بره عالم الفيلم قوي. ليه يا سيف حضرتك حصل؟ لقيت الموضوع محتاج مذاكرة كتير، فحاولت ان انا اطلع بس بره الصندوق. طيب سيف واحمد انتوا من احسن الناس اللي عملت النهارده بجد. محمد احمد صادق: وقت يو نفس انت بو بس القهوة؟ طيب برضه النهارده في الحاجتين اللي شفتك فيهم ما كنتش مبسوط خالص، محتاج تشتغل أكتر حاجة في حياتك على صوتك وإزاي تعبر بصوتك. تعب الهوى قلبي والحلو مش داري. ممكن تنفع في مسرح كويس قوي، بس في السينما مش حاسس انها هتبقى احسن حاجه. حاسه عارف لما ترسم رسمه حلوه قوي بس ما فيش روح فيها. انا بحس ان ناقص الروح عندك، يعني بترسم حلو جدا
يعني صدقت الأعمى وصدقت الطبيعي وصدقت كل حاجة كرسمة، بس روحهم كانت هي دي اللي ناقصة. يشتغل على ده. بص أنا يعني في حاجة ناقصة وحاجة كبيرة. لما أقول أنت محتاج تشتغل على الروح ده معناه يعني هو بني آدم بالنسبة لي من الحاجات اللي هو عملها هو فلات. إنجي احكي لنا المشكلة جت منين. دايما عندي مشكلة مع الناس، مع وجود الناس. أنا مش بعمل ده علشان بس يعني عشان أبقى كاملة في عين حد، أو عشان أبقى بعملها علشان مثلا أبهركم مثلا. احكي لنا المشكلة جت منين. النهاردة النهاردة عامة أنا مش نايمة غير نص ساعة. الأوديشن النهاردة ما حسيتش إن فيه إبداع خالص، ما حسيتش إن فيه أي حاجة من ريحة الكتكات. الأداء ما كانش عظيم. نامي كويس عشان لما بتنامي كويس بتقدري تأدي، فده بين يعني عدم نومك ده أثر عليكي. لميس لو سمحتوا يا جماعة سقفوا لميس عشان هي أحسن واحدة النهاردة. استنى بس يا شيخ حسن أستر عليا والنبي. أنت مين أنت؟ بص أنا هحكي لك. لميس أنت مفاجأني إنك أحسن من ناس كبار كتير. مش النهاردة، ناس كبار كتير أنا اشتغلت معاها. أنت هايلة. هنا ممدوح. وحشتك يا يوسف. طبعا وحشتيني. وبعدين انت عارفه انا جايه هنا ليه. الصوت كان كرتوني قوي، ما صدقتوش. على قد ما حسيت انك عايز تعملي شخصيتين بعاد عن بعض وخلاص، وحسيت انه كانه تريقه اكتر ما هو تمثيل بجد. فحاولي تدخلي احساس في الكاركترز اللي بتلعبيها. للاسف حد هيضطر يمشي النهارده. للأسف يا محمد أنت مش هكمل معانا. أنا بعتذر لك. شكرا ليك يا جماعة. محمد صادق خرج من الحلقة الأولى، لأن بيننا كلنا بيني وبين أستاذ عمرو سلامة وبين أستاذ يسري نصر الله وبين التيم نفسه كلنا حاسين ان هو ما اداش اي حاجه، وده من اول اليوم. ده ما عملهاش مثلا لا ده خيش في اخر فينالة وهو كان كويس في اول يوم فممكن نديله فرصه. لا هو ليتيرلي اكنك بتاكل اكل بدون طعم. انا كنت متوقع ان انا ما كنتش احسن حاجه النهارده. ممكن بقى ضغط، ممكن ارهاق، ممكن ايا كان. ممكن اللي ضايقني كومنت ان انت بتعمل حاجه حلوه بس ما فيهاش روح، لان انا داخل الموضوع ده عشان بحس او بلمس حاجات في الحياه عموما. دي اكتر حاجه مش حاببها في التجربه اللي احنا بنعملها، فكره انك محتاج تكسر قلب حد كل يوم، وان مش كلهم هيكملوا معانا. فيها حاجه صعبه جدا، بس اتمنى يعني اللي بيهديني شويه ان احنا على قد ما نقدر بنعمل مجهود رهيب ان احنا نبقى عادلين وموضوعيين، وبنختار على اساس الموهبه بجد وعلى اساس مين الانسب للمسلسل اللي احنا بنعمله. احنا مش بنختار الافضل. مفيش حد في الدنيا يقدر يجزم مين افضل من مين، بس اللي انا اقدر اقوله ان انا بختار الانسب لرؤيتي للمسلسل اللي احنا هنصوره.